صباح الخير من أمام شركة بروج العقارية. اليوم يا جماعة بنعطيكم تعريف عن الموظفين الموجودين في الشركة وبعض الملاحظات المهمة فيما يخص العقار. خلوكم معنا. سلام عليكم. وش بدك نسن؟ يا وش بدك نسن؟ شباب الآن في غرفة اجتماعات. السلام عليكم. يعطيكم العافية يا شباب. الأخ محمد بخاري، الأخ عبد القيوم خوجة، الأخ عبد الواسع بخاري. يا هلا بالشباب. إيش مسويين؟ نراجع العملاء، نرسل لهم الشغلات الجديدة، العروض الجديدة. حلو، جميل جدا. إيش في آخر عروض عندكم للشقق والفلل في طرابزة؟ والله عندنا شقة مميزة في منطقة شباب. حلو. السعر فيها 34,000 دولار. داخل مجمع ولها اطلالة جميلة. جميل. منطقة سياحية يعني قريبة من المطاعم والخدمات، قريبة من كل شيء. حلو. هذه بالنسبة للشقق. الفلل بعد عندنا في خيارات. يعني في فلل كبيرة، في فلل متوسطة، الأحجام كلها موجودة. طيب جميل. في أغلب العملاء في اليوتيوب يسألوا عن الأسعار. فالأسعار فين تكون دائما موجودة؟ يعني الأسعار دائما في صندوق الوصف أسفل الفيديوهات. طيب جميل جدا. نعم. ابو حاتم يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اغلب التعليقات تجينا عن انه يقول صوروا المناطق كلها، يعني صوروا العقار مع خدماتها، ويقولوا اكثر شيء اذكروا لنا العائدات. في الغالب العائدات ايش تكون في المجمعات؟ العائدات تشمل حاجات كثيره، منها اللي هي صيانه المصاعد، نظافه المبنى. حلو. الخدمات اللي موجوده في المجمع كمسبح اذا كان موجود في المجمع. حلو. بالإضافة إلى الحدائق اللي موجودة، المساحات الخضراء، الألعاب، هذه كلها داخل من ضمن العائدات. طيب يعني كم في المتوسط كم تكون العائدات؟ يعني أقل شيء تقريبا يكون 100، وأكثر شيء يكون 200 إلى 250 حسب المجمع، حسب الخدمات، حسب الخدمات اللي موجودة. الله يعطيك العافية. أستاذ عبد الواسع. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف طريقة التواصل دائما مع العملاء؟ أنتم كيف تتواصل مع العملاء؟ عن طريق الواتساب، اتصال؟ الواتساب والاتصال. نعم. الأرقام دائما موجودة في الصفحة؟ موجودة في الصفحة تحت الفيديو. نعم. عندنا رقم الشركة ورقم واحد ثاني. نعم. ممكن يتواصلوا معنا عن طريق الأرقام. طيب الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. زي ما انتم شايفين هذه بعض المشاريع. مشروع إنجي برايم من أكبر المشاريع الموجودة في طرابزون، فيها خدمات مميزة جدا، ألعاب أطفال، مسابح، جلسات خارجية، مسجد، إطلالات جميلة على البحر. وهذا أيضا أطول برج في طرابزون، مشروع جنب كال تاور، فيها 3 غرف وصالة وفيها 4 غرف وصالة. الحديقة هذه حاصلة على أفضل تصميم للحدائق لعام 2018. طبعا هذا المشروع أيضا له فيديو مصور، راح يكون في الوصف موجود إن شاء الله. اللي يبغى معلومات عن الفيديو هذا ايضا عن المشروع هذا يتواصل معنا او يشوف صندوق الوصف ويشوف التفاصيل. مشروع بروج ريزيدنس، هذا مشروع تم انشاؤه في طرابزون، عباره عن 5 ابراج، 110 شقه سكنيه، من اجمل المشاريع اطلاله وموقعا، يعني تبعد عن مول جواهر تقريبا 2 كيلو، وفيها شقق معروضه للبيع الان. هذا اللي يسوي الفيديوهات دائما. كل هاي جالس كذا جالس من الفيديو في رجم ونبي مونتاج فرزن كذا المونتاج. هذا مشروع يا جماعة، مشروع بروج دريم بارك. هذا مشروع قيد الإنشاء الآن. المشروع عبارة عن 3 أبراج، 100 شقة سكنية، فيها غرفة وصالة وفيها 3 غرف وصالة، مساحات مختلفة، خدمات كثيرة، إطلالة جميلة جدا. تفاصيلها راح يكون أسفل الفيديو أيضا، في رابط آخر فيها شرح كامل للمشروع. نطلع من هنا نروح لصور بعض العملاء عندنا. هذول أغلب عملائنا اللي تم اللي اشترى عقارات عندنا. طبعا عملاءنا كثار لكن بعضهم
ما يرغبون بنشر الصور. ننتقل الآن عند الأخ عبد الله أيدن المسؤول عن التسويق في مشروع بروج دريم بارك، يعطينا بعض المعلومات. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية يا عبد الله. حياكم الله. كيف الحال؟ وسهلا. سريع سريع. ندردش معك شوي. أهلا وسهلا. طبعاً. حياك الله. نبغى معلومات عن مشروع بروج دريم بارك. أعطينا معلومة سريعة كذا، وأهم ما يميز الاستثمار في المشروع. المشروع يقع في طرابزون، بالتحديد في محافظة يمرة. جميل. المشروع قريب من الساحل، يبعد عن الساحل 300 متر فقط. حل. المشروع متكامل الخدمات. جميل. مسجد، ملاعب رياضية، جلسات خارجية. حل. مساحات خضراء، خدمات أمنية أيضا متكاملة. جميل. سواء من بوابة إلكترونية، كاميرات مراقبة، حراسة أمنية على مدار الساعة. نعم. والمشروع قريب جدا من جميع الخدمات، كون المشروع قريب من الخط الرئيسي، جميع الخدمات متوفرة. طيب. بالنسبة للمميزات، أهم ما يميز المشروع هو مشروع استثماري. حلو. بحيث نقوم بتشغيل الشقق. هذا السؤال المهم، كيف أنا أقدر أشتري من عندكم وكيف تشغلوا لي الشقة؟ طبعا التشغيل يكون عن طريق شركتنا اللي هي شركة رحال للسياحة. جميل. نقوم بتأجير الشقق للسياح بشكل يومي. حلو. ويعني قد جربنا الاستثمار هذا. أيوة. مشاريعنا السابقة. حلو. بحيث العائد السنوي يوصل من 7% إلى 10%. جميل. والهدف إن شاء الله سنة في 2020 10% وفوق إن شاء الله بإذن الله، كون السنة الأولى كانت كتجربة. نعم. لكن السنوات هذه القادمة إن شاء الله الهدف 10% وأعلى إن شاء الله. إن شاء الله، بما أنه طبعا الطيران المباشر الآن أصبح صحيح. يأتي بكثرة يعني. صحيح. عندنا مثلا من الشارقة. صحيح. عندنا من عمان، عندنا من الأردن. صحيح. عندنا. صحيح. من قطر السنة هذه، السعودية طبعا ما شاء الله 8-9 طيارات يوميا. نعم. صحيح. يعطيك العافية، شكرا على المعلومات. طبعا أهلا. التفاصيل موجودة في الوصف للفيديو. صحيح. هذا مكتب الشباب في القسم العقاري. وكذا يا جماعة حبيت أعطيكم نبذة سريعة كذا عن الشركة والمشاريع اللي عندنا. تابعونا على قناة اليوتيوب، لا تنسوا الاشتراك، ضغط زر التنبيهات، وأي استفسارات الأرقام موجودة، واتركوا لنا تعليقكم في صندوق التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الهادي بخاري.